اكيد. يعطيك العافيه امدح. الله يعافيك. جبر يا مرحبا ابو عبد الله. اسمع منك. اولا الحمد لله على كل حال، وحنا مثل ما قال ابداح ضاغط الدائره، والبرايم خروجنا فيه ما يدل انه ضعف ولا اهتمام، بما ان اخوانا اللي اغلبهم جالسين قد سبقونا في البرايم، احنا نمشي على خطاهم. فباذن الله ان كتبنا الله رجوع نعد الجمهور ان شاء الله بكل خير، وان طلعنا فطالعين اللهم لك الحمد بمحبه الناس ومحبه اخوانا، وقناه الواقع لو ما ناخذ فيها اليوم فايزين بها. يعطيك العافيه جبر. جبر قد تكون شيء فريد في برامج الواقع ان الجنتل او ما يسمى الجنتل شيخ القريه العمده، المسميات المختلفه في البرامج، انه يكون برايم في هذا التوقيت. والله يا ابو عبد الله انصدمت انا وانصدم اخوياي وممكن المشاهد، ولكن اليه برنامج النقاط لابد نمشي عليها. طيب الشباب البقية احنا اخذنا منكم كلمات سابقة، اتوقع ان الوعود تبي تتكرر غير ان الجمهور دائما يحرص على موضوع